نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع دكتور سعد جواد أستاذ العلوم السياسية الذي ينضم إلينا مباشرة من لندن. دكتور سعد مساء الخير. إذن داعش يتبنى الهجوم، ولكن أيضا مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية قال بأنه هو يتبنى كل هجوم، عادة هم ليسوا متأكدين بعد من هذا الموضوع. كيف أنت تتابع هذا الموضوع؟ هل تؤكد وفق البصمات وكل الطريقة، تفاصيل طريقة قيام داعش؟ كلام المتحدث الأمريكي صحيح، يعني هذه فرص ذهبية لداعش الذي يعني يمنى بخسائر كبيرة في العراق وفي سوريا ويتراجع لما تأتي مثل هذه الحادثة، حتى لو لم يكن هو مخطط لها يتبناها مباشرة ويهدد. ولم يتبنى فقط، وقال ما سيأتي هو أكبر وأعنف بالنسبة إلى أوروبا وإلى إنجلترا. هذا أسلوب يستعمل يعني بث الرعب في يعني بث الرعب وليثبت أنه موجود مع خساراته بدول موجود، ولأنه لا يزال فعال يستطيع أن يصل إلى كل العواصم الأوروبية. طيب إلى أي درجة ممكن لهذا أن يكون هناك ردة فعل عكسية أو صدى عكسي لما يريده التنظيم من هكذا عمليات بتشديد الاستراتيجيات دائما وتصعيد التصدي على كل الصعود لهذه الجماعة الإرهابية؟ يا سيدتي، الغرب غير جاد في محاربة داعش. لو الغرب جاد في مساعدة داعش أولا وقبل كل شيء كان يكون إلى دعم أكبر للجيش العراقي. مو لحد الآن هو مسلم 5 طيارات فانتوم بعد أن كان العراق يمتلك 400 طائرة مقاتلة. مو لحد الآن الأسلحة التي تقدم إلى العراق أسلحة محدودة وقليلة العدد وغير كافية. لا يزوده بالطائرات الهليكوبتر أو السبتية المروحية التي تحارب في داعش، ولا يساهم هو في هذه المحاربة. طيب داخليا نعم، بس إلى ذلك هو في سوريا الآن يحرك كل الأطراف التي تشجع الإرهاب على الاستمرار. داخليا في بريطانيا الصحف البريطانية كيف تتحدث عن هذا الموضوع؟ الشارع البريطاني كيف ينظر له؟ الشارع البريطاني والصحف البريطانية في مثل هذه الحوادث وفي مثل هذه المصائب دائما تتضامن مع الضحايا وتتضامن مع الحكومة وتدفع وتتضامن حتى مع الشرطة والأجهزة الأمنية التي تقول أنها قامت بدورها بشيء جيد وكبير وفي اللحظة التي وقع فيها الانفجار. هذه هي متضامنة. الآن طبعا بعد مدة يبدأ النقد أين هو الخلل ومن أين أتى الخلل. طيب ما أنه ذكرت موضوع الخلل، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قالت بأن الشرطة تعلم هوية المنفذ ولكن ليست مستعدة بعض السلطات لإعلانها. إلى أي درجة هذا ممكن أن يكون يعني من ضمن الانتقادات، ولماذا ليست مستعدة؟ هذا صحيح، لأن يبدو أن المنفذ لم يفجر نفسه بحيث يكون من الصعب التعرف على هويته. هو أراد أن يفجر شيئا وفجره ثم بعد ذلك قتل، وبالتالي فجثته يبدو أنها سليمة. أنا أعتقد أنهم نعم يمكن أن يتعرفوا على هويته لم يعلنوا عنها، لأنهم يريدون أن يكتشفوا إذا كان هنالك شبكات أو إذا كان هنالك أو عمل فردي. نعم معه أو هو عمل فردي أم جماعي. أنا أشكرك جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. شكرا دكتور سعد جواد أستاذ العلوم السياسية.